وللحديث عن اتساع نفوذ ميليشيات الحشد في العراق بعد مرور 7 سنوات على تشكيلها والانتقادات والاتهامات المحلية والدولية لها بزعزعة أمن العراق والمنطقة، ينضم معنا مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى. حياكم الله، أهلا بكم ومرحبا بمشاهديكم الكرام. حياك الله. 7 سنوات منذ أن تشكلت ميليشيات الحشد، كيف ينظر العراقيون لدور هذه الميليشيات في العراق؟ العراقيون إلا من أعماه الشيطان ينظرون إلى هذه الميليشيات باعتبارها عصابات إجرامية طائفية إرهابية تسرق مال العراقيين وتقتل أبنائهم وتهيمن على مصادر القرار في كل مستويات الرئاسي والوزاري والبرلماني، تهيمن على المشهد الأمني والعسكري والخدمي، تهيمن على كل مفردات الحياة في العراق. وبالتالي يعني هذه الميليشيات تستلب من كل المؤسسات أدوارها وتفرض أجندتها، وهي أجندة غير عراقية بالكامل، هي أجندة إيرانية بالكامل، لا تضع لمصالح العراق وشعب العراق أي اعتبار على الإطلاق. بعد هذه السنوات وبعد إعلان الحكومة نهاية تنظيم داعش الإرهابي في العراق، ما المبرر لاستمرار وجود هذه الميليشيات وامتلاكها الأسلحة التي توازي إمكانيات الجيش الحكومي أو تفوقه؟ الحقيقة يعني سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مساحات واسعة من العراق في صيف عام 2014 لم يكن العامل الأساسي أو العامل الوحيد في إنشاء هذه الميليشيات. هذه الميليشيات بعضها أنشئ منذ ثمانينات القرن العشرين وقاتل العراقيين وقتلهم وعذب أسراهم. قسم منها نشأ في أول أيام الاحتلال الأمريكي لمعاونة المحتلين ضد أبناء العراق وضد المقاومة الوطنية العراقية بشكل أدق. وبالتالي عندما جاءت سيطرة تنظيم داعش على هذه المساحات الواسعة من العراق كما قلنا، لم يكن إلا الإعلان الرسمي عن تشكيل الحرس الثوري العراقي بكل وضوح. وقد اتضح لدينا من كثير من التصريحات ومن الوثائق التي أعلنت خلال السنوات الماضية أن القادة الإيرانيين العسكريين منهم والأمنيين المخابراتيين والسياسيين هم الذين أنشأوا ميليشيات الحشد الشعبي، ولم ينشأ هذا التنظيم أو هذا التشكيل بفتوى من المرجع الشيعي علي السيستاني كما يزعم، وإنما كانت للأوامر الإيرانية المنقولة عبر سليماني وغيره والجنرال تقوي وآخرين هم الذين أسسوا هذه الميليشيات، وكانت للأوامر الإيرانية الدور الحاسم في إنشائها وفي تشكيلها وفي إمدادها وفي جعلها على هذا النحو المتغول الذي التهم كل معالم الحياة في العراق. طيب، هنالك أعداء واضح يبدو ما بين هذه الميليشيات وما بين ثورة تشرين، كيف يمكن فهم هذا الأعداء وإلى أي مدى يتعارض مشروع هذه الميليشيات مع أهداف المتظاهرين الوطنية؟ عندما يطالب العراقيون الثائرون سواء في ثورة تشرين أو في كل الانتفاضات ما قبلها يطالبون بوطن ويطالبون بسيادة حقيقية للعراق، فإن هذا يتعارض بالكامل مع هذه الميليشيات التي قلنا أنها تنفذ المشروع الإيراني الإجرامي الإرهابي الطائفي التوسعي في العراق، وتجعل من أبناء العراق وقودا له ومن أموال العراقيين عاملا لإدامته. وهذا التناقض وهذا المشهد المختلف بين أبطال ثورة تشرين وهذه الميليشيات أمر طبيعي كما قلنا، لأن هؤلاء يطالبون بوطن وهؤلاء يستلبون الوطن ويدمرونه ويرهنونه للقرار الأجنبي القرار الإيراني الذي يعني مستعد لأن يضحي
بكل العراقيين او ان يدفع العراقيين الى كل المحارق من اجل يعني تامين الاوضاع في ايران وسلامتها ودفاعا عن مشروعه عن المشروع الايراني او الفارسي الارهابي التوسعي العنصري. بذكرك هذا المشروع، كيف ساهمت الميليشيات في منع العراق من التخلص من النفوذ الايراني واقحامه ايضا ضمن ساحه الصراع الامريكيه الايرانيه؟ بالعكس، هي كانت أداة أساسية من أدوات هذا المشروع الفارسي التوسعي والعنصري والإرهابي، وهي هذه الأداة ليست أداة في العراق فقط وإنما في سوريا وفي بعض أقطار الخليج العربي. هي الآن تقصف السعودية، تهدد في أماكن أخرى، تعمل يعني بشكل واضح في اليمن أيضا، هناك امتداد لها مع العناصر الإرهابية لحزب الله الإرهابي والإجرامي في لبنان، هذه العناصر الإرهابية حتى صدرت إلى أوروبا ضمن موجات اللجوء، وهذه ستكون قنبلة موقوتة يمكن أن تهدد السلم والأمن في أوروبا وفي مساحات واسعة من العالم، وبالتالي هؤلاء خطرهم ليس على العراق فقط بل على الوطن العربي وعلى الإقليم وعلى العالم أيضا. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.